كم 43 رقم العمارة شيء 05 طابق الأرضي حي 80 على 3500. بعد عملية التوزيع الأخيرة للحصة السكنية 280 سكن اجتماعي إيجاري، باشرت السلطات المحلية لبلدية أولاد عدي القبالة بمعية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المسيلة عملية القرعة للمستفيدين من هذه الحصة، حيث تمت العملية في ظروف جد حسنة وشفافة، لاقت استحسان المستفيدين وممثل المجتمع المدني، وتصبح بلدية أولاد عدي القبالة نموذجا حي للبلديات التي تسعى للقضاء على أزمة السكن بولاية المسيلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال، في البداية أود أن أبارك لكل المستفيدين، بارك لهم إن شاء الله سكنات جديدة بالصحة والهنا إن شاء الله، ونتمنى للناس اللي مازالوا ما استفادوا إن شاء الله يستفادوا في الحصص القادمة إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا، حبيت نقول باللي العملية كانت ناجحة جدا، عملية القرعة اليوم حضروا فيها المواطنين كثافة وشاركوا في عملية القرعة، وكانت العملية ناجحة، وإن شاء الله نتمنى كل خير للناس كل، ونتمنى إن شاء الله استفادوا بحصص أخرى باش يزيدوا فرحوا ناس أخرين. عندي السكنة الحمد لله، نشكر البلدية ونشكر الدائرة ونشكر الجزائر كاملة. أولا نشكر الله عز وجل على نعمة السكن والمسؤولين، ورانا فرحانين والحمد لله، وتحيات الجزائر ويا نشكر إن شاء الله رئيس البلدية والدولة الجزائرية اللي استفدنا السكن هذا. استفدت من السكن الاجتماعي ونحمد ربي الشيء اللي كنا نستناه فينا هديناه. راني استفديت من هذا النتاع، يرحم والديهم كثر خيرهم والرئيس ان شاء الله. الحمد لله كي راني ديت السكنه وديت الاخر بالفرح للشعب كله ان شاء الله، اللي ما داش ان شاء الله يولي يدي.